احنا فاضل بس معانا في المحاضرة دي جزئية بسيطة جدا، اللي هي السوفت ديليت. السوفت ديليت دي معناها ايه؟ معناها ان احنا بدل ما بنعمل ديليت للريكورد من الداتابيز، بنديليت الريكورد خالص من الداتابيز يعني، لا احنا بنست كولوم كده، زي مثلا از ديليتد او كده بترو، بحيث ان احنا نفلاج بس الايه الريكوردز اللي حصل لها ديليت والريكوردز الايه اللي ما حصلهاش ديليت. فهايبرنيت قال لك والله طيب انا هوفر معاك الايه الحته دي، بدل برضو ما تكتب فيها اكواد كتير وتعمل لها امبلمنتيشن بشكل كبير يعني، لا انا اوفر لك شويه حاجات كده ايه ممكن تستخدمهم وانت شغال. زي ايه؟ زي مثلا الانوتيشن مثلا بتاع ايه اس كيو ال ديليت. فالسيكوال ديليت دي ما هتدي له الايه الديليت او الابديت ستيتمنت اللي هي هتروح تديليت. فهتيجي بعد كده لما تقول له ديليت هيفهم ان انت لما ديليت معناها ايه، معناها ان انت هتروح تابديت ريكورد مثلا، تست الديليتد فلاج مثلا بترو او فولس. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه هتستخدم معاه وير، هتستخدم على الانتيتي وير كونديشن، بحيث لما تريتريف الانتيتي او تريتريف الداتا يعني بتاعت الانتيتي، ساعتها هيرجع لك الايه اللي الديليتد بتاعه بس بايه بفولس. تعالى كده نرجع للانتيتي بتاعتنا. اول حاجه هنعملها في الانتيتي، فاحنا محتاجين ان احنا نزود الايه الديليتد. طب الديليتد ده هنزوده في البيز انتيتي ولا هنزوده في الانتيتيز اللي عندنا؟ ده ترجع لك انت بقى على حسب البيزنس اللي معاك. لو انت مستخدم الموضوع ده بشكل كومون في كل الانتيتيز فهتضيفه في البيز انتيتي، لو انت مستخدمه مثلا في انتيتيز معينه فهتحطه في الانتيتيز اللي انت ايه اللي انت شغال عليها. طيب هنفترض ان احنا الموضوع ده بشكل كومون في البروجكت كله، مش عايزين نعمل هارد ديليت لاي حاجه، لا عايزين نحتفظ بكل الريكوردز اللي موجوده عندنا، بس هنعمل لها سوفت ديليت. فهنحتاج نعمل بروبرتي برايفت بوليان از ديليتد مثلا. واحد هيقول لي طب انت ليه استخدمتها بريمتيف داتا، طيب ليه ما استخدمتش الرابر كلاس بتاعك؟ هقول لك ان انا هنا محتاج يعني اولا هنا لازم تكون ريكوايرد، تاني حاجه ان انا محتاج اديله ديفولت فاليو. الديفولت فاليو بتاعها لازم يكون مثلا بزيرو او بفولس يعني، فساعتها انا بستخدم الايه البريمتيف داتا تايب. وهجنريت برضو الستر والجيتر عادي. تعالى كده نريستارت. از ديليتد نضيفه. طيب ممكن نقفل كده ونفتح تاني. تمام، هتلاحظ ان از ديليتد انضاف اهو وستاتس كود. طبعا از ديليتد ده كله نزل ايه بزيرو، يعني هو مش ديليتد، كل الريكوردز دي مش ديليتد يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين بقى نستريكت الموضوع ده على مستوى الانتيتي. احنا طبعا الانتيتيز اللي عندنا بقى فيها از ديليتد بتكستند من الايه من البيز انتيتي. احنا اول حاجه محتاجين نعملها، محتاجين ان احنا نقول له الديليت ستيتمنت بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي، او الستيتمنت بتاعت الديليت هتبقى ماشيه ازاي. فانا بتقول له از اس كيو ال ديليت، بضيف انوتيشن اسمه اس كيو ال ديليت، وده بعمل له امبورت من تحت ايه من تحت هايبرنيت، هايبرنيت دوت انوتيشنز. في الاس كيو ال ديليت ده بيحتاج الايه، بيحتاج الاس كيو ال او بيحتاج الستيتمنت بتاعته. فهنا الديليت هتكون ماشيه ازاي؟ الديليت هنا هتكون عباره عن ابديت، هقول له ابديت هو الطبيعي طبعا بتاع الايه الديليت ستيتمنت بتكون ديليت فروم الاوثرز ويرن الاي دي بيكوال الاي دي. انما احنا هنا عملنا اوفر رايت في الاس كيو ال ديليت او في السيكوال ديليت دي، قلنا له ابديت الاوثر سيت الايه الاس ديليتد بترو ويرن الاي دي بيكوال الايه بيكوال الاي دي. دي اول حاجه عشان ايه، عشان نغير الديليت ستيتمنت بتاعت. تاني حاجه ان احنا عايزين نقول له محتاجين نستبعد الريكوردز اللي ديليتد، يعني انا مش كل ما اقول لك مثلا هات لي الاوثرز ترجع لي الداتا الاسرز اللي متدلتها. تمام، فساعتها محتاجين نضيف وير، هقول له ات وير برضه من امبورت من تحت ايه من تحت هايبرنيت.
وهنا بديله الورك كونديشن. هنا الكلوز بديله الايه الورك كونديشن، هقول له بقى الاس ديليتد ات ايكوال فولس. دي معناها ايه؟ معناها هو طبعا هنا بيأبند الايه الورك كلوز اللي انت حاططها هنا على الايه على الريكوردز، كل الريكوردز اللي بترجع يعني اي كويري بترجع بتطبق هنا من خلال الجي بي كيو ال بيأبند عليها الايه الورك كونديشن دي. فمعنى كده ان هو كل ما هيضيف وير ستيتمنت هيروح يأبند عليها الايه الحاجه دي. ده طبعا لو احتجت بقى ان انا اطبقه على البوك هاخده كوبي كده واروح للانتيتي بتاعت البوك واضيفه هنا واقول له هنا ابديت البوك سيت الاس ديليتد بكذا، وهقول له هنا في الوير كلوز الاس ديليتد بت ايكوال ايه بت ايكوال فولس. خلينا كده ايه نريستارت. انا بيقول انون كولوم انوير كلوز. معلش احنا طبعا ايه في الوير كلوز دي بتاخد سيكوال مش بتاخد جي بي كيو ال يعني، فطبعا هنحط اسم الكولوم اللي موجود في الداتابيز، فالمفروض نقول له is deleted بالشكل ده. طبعا هنحتاج نعدلها هناك is deleted، لانه طبعا بيأبند الوير كونديشن دي على اي وير كونديشن انت ايه انت بتضيفها زي ما انت شايف كده. فقال له هنا وير ان الاي دي بي ايكوال كذا اند، واداله الايه الوير كلوز اللي انت ضايفه. فنرستارت تاني. طيب كده المفروض اعمل رن. تعالى كده نديليت اي ريكورد من الداتابيز. احنا طبعا عندنا هنا ديليت باي اي دي اهي. خلينا نستخدم كده 8080 سلاش اوسر مثلا. تمام، وخلينا نديله اوسر معين سلاش الاي دي مثلا 1، وخلينا نقول له سند. هنا في مشكلة. طيب هتلاحظ أول حاجة إن هو عمل إيه جملة أبديته، يعني ده اللي إحنا كنا إيه بنأمل إن هو يتطبق إن إحنا يروح يأبديت الإيه الأسر يسيت الرو ديليتد بت إيه بترو. بس خلينا نشوف كده هو ضرب في إيه. طيب هو ضرب لان الاوثر 1 ده في ريليشن ما بينه وبين البوك، وطبعا مستخدم في الايه في البوك. فيا اما ان احنا نستخدم الكاسكيد هنا بترو او كاسكيد اول يعني، بحيث ان هو يروح يديليت الايه الحاجات اللي موجوده تحت، يا اما ان احنا ايه نروح نديليت ريكورد مثلا ملوش داتا مثلا او كده. مثلا 3 ده ملوش تقريبا، خلينا نديليت 3 برضو. تعالى كده نديليت كده المفروض عدى. هنا عمل ابديت للبوك ماشي. يبقى هو كده معلش يا جماعه انا كنت واضح ان انا نسيت يعني الحته دي او ما خدتش بالي منها. احنا هنا كده بيحط اس كيو ال، هو اصلا يعني الموضوع واضح. هنا بيقول له اس كيو ال بت ايكوال كذا والوير كلوز بت ايكوال كذا، فواضح جدا ان هنا يعني مش بنحط جي بي كيو ال، لا بنحط اس كيو ال عاديه. وطبعا بنقول له ابديت البوكس اللي هو اسم التيبل بدل ما بنقول له ابديت الايه الانتيتي يعني. سيت الاس ديليتد اللي هو اسم الكولوم اللي في الداتابيز بي ايكوال ترو برضو. فوت بقى كان ماشي يعني. ممكن بقى الداتابيز تعال نشوف كده في الداتابيز اللي حصل. ترو دي الداتابيز حولتها الواحد في البوك برضو. ايه ده كتير او تحوله لواحد؟ هل فعلا احنا دلتنا كل ده؟ بس ده كله اسر واحد يعني. احنا هنا اصلا مدين له وير كونديشن ماشي. كل اللي تحت واحد اللي هو اسر واحد اتحوله، لان احنا عملنا كاسكيد ديليت بترو. وتلاحظ ان هو ايه يعني عدل الماستر والديتيل بتاعه.